واحد من الناس النهاردة فراشة موهوبة في الباليه وخفة ظلها وبساطة أدائها ورقة مشاعرها ورشاقة حركتها كانت أهم ما يميزها. قدرت أنها تخطف إعجابنا بعد تقديمها للفوازير، والحقيقة قدمتها ببراعة وفن وموهبة وحضور طاغي. وبعد الفوازير قدمت أعمال فنية قليلة جدا، وجاء قرار الاعتزال ليكون أشبه بصدمة لكل جمهورها اللي حبها وابتدى يرتبط بيها وبكم بيتابع أخبارها. وبعد 17 سنة من الاعتزال عادت لملعب الفن أكثر توهجا وحضورا وجاذبية ونجاح. معايا ومعاكم لأول مرة في واحد من الناس النجمة نادين. ازيك؟ هاي، ازيك؟ انا بتهيألي بعد المقدمة دي انا اروح، انا خلصت. خلاص خلصنا الحلقة كده؟ الحلقة الممتازة، شكرا يا جماعة. مبسوط انك انت معايا النهاردة. وانا اكتر والله بجد. كنت فين 17 سنة؟ كنت في مجال المهني أكتر، بعيداً عن الفن. جزء من السنين دي كنت في الفن من اتجاه الباليه، وكنت بأسس أسرة، والأسرة أخدت كتير من وقتي واهتمامي، ويمكن هي كمان اللي أثرت عليا في الباليه، لأن أنا كنت مكملة في مشوار الباليه عادي، لأن الباليه هو رياضتي وصحتي وسعادتي، هو الأدرينالين بتاع يومي. لكن جت لحظة طلعت فيها على المسرح، كنت مخلفة ابني الأولاني ممدوح، وكان تم سنة، فكنت على المسرح في سولو ليا، سولو صعب. وأول ما طلعت قدام الناس بنط وقمت وقع، فعرفت أني فقدت تركيزي وأن دماغي بقت في البيت. وقتها قلت اعتزل بكرامتي، هنا بقى توقف مشوار الباليه، لكن كملت بدراستي وبشغلي. انا طبعا الاول بدات في الدعايه والاعلان فتره، وده عشقي الاول والاخير. بعد كده اتجهت لمجال المدارس اللي فيها بقى شغل الايفنتس والحفلات. بتدرسي يعني؟ لا، اداره اكتر، وماسكه كل الايفنتس بتاعه المدرسه.